خلاني يعني كانوا تقريبا من دورنا، كنا بنلعب كوتشينة في الصالة، وجدي كان قاعد مع القسيس بتاع البلد. جدك اللي هو بابا ماما؟ ايه؟ ابو امك؟ ايوه، جد اسكندر ابو امي. ده كان في تلة؟ في تلة، في اللي هو الشقة اللي في الدور الاخراني فوق ده؟ جدك كان في الشقة اللي هي اللي في فوقيها سرينة؟ لا لا، كان في شقة تاني. اوكي، كان في بيت، كان فوق عند الصحة. عند الصحة، اوكي، مكتب الصحة. فبنلعب كوتشينة مع بعض، بعدين وخالي نابليون كان بيلعب معانا. جالي ولدين في طور، فأشيت بولد، وبعدين جيت أقش بالولد الثاني. لا، الأسيس ده حرام، كانوا مسميني الأسيس خلاني، مسميني الأسيس، ما يقولوش مفيد، الأسيس راح، الأسيس جه، كانوا مسميني الأسيس عشان كنت شماس وبتاعه. فصدفة الأسيس ده حرامي، الأسيس سمع قاعد جوه، قاعد جوه في الأوضة اللي جنبنا. وبعدين قال لي طب وريني ورقك، قلت له لا مش هوريك، عانيت معاه بقى، قلت له لا مش هوريك. طب احلف، قلت له انا ما بحلفش، انا كذبت عليك قبل كده. قال لي لا بس ايه، طب احلف، قلت له لا ما بحلفش، لا بحلف ولا بكذب. وبعدين قال لهم ده سرق الواد، هم قلت له لازم تصدق زي الباقيين ما صدقوا. قال ده سرق، قال لهم ده سرق الواد. الأسيس سمع الأول، سكت لما قال الأسيس ده حرامي، وبعدين لما سمع قال ده سرق الواد، قال له واد مين يا عم اسكندر اللي أنا سرقته؟ ده الواد مفيد مسمينه الأسيس. معلش يا ابوه لو اعتذر له، وطلع زعق لخالينا بلوط. ابونا ده كان جاي قاعد يقعد مع مين؟ ها؟ كان جاي قاعد مع مين؟ اذا كان صاحب البيت قاعد بيلعب كوتشينه مع، لا مع جده. مش صاحب البيت، مش اسكندر، خالي نابليون اسمه. لكن كان جدك قاعد مع القسيس. وجدي قاعد مع القسيس. لما سمع الاول سكت صايد، اما القسيس لما قال ده سرق، والله ده سرق الواد. بيقول لهم هو لما بقول له لازم تصدق زي ده ايه. زعل بقى واتضايق وقال له قسيس واد مين اللي انا سرقته يا عم اسكندر.